السلام عليكم الاخوان، كيف راكم؟ كلشي مزيان؟ اغلبيه الاخوان بزاف تيسولوني عندهم واحد المشكل اللي كاع اللي مربي الببغاء، خصوصا الكري دو غابون. اغلبيه تيلقى واحد المشكل اللي تيجيبوا الطرن ديالهم تلقاو تياكل غير الزريعه بوحدها، ما تيبغيش باقي ياكل لهم شي حاجه اخرى، ما تيعرفوش الطريقه كيفاش يتعاملوا معاه. وهذا مشكل واقع لبزاف الاخوان، يعني اي واحد كيجيب شي طائر سوفاج منين كيبيع يحط ليه التيسيره ولا كيحط ليه الخضره ولا تيحط ليه الميلونج ولا تيحط ليه الكروكيت، اي حاجه كيحطها ليه مختلفه الببغاء ديالو ما تيبيش ياكلها ليه، تيكون مولف الزريعه فقط. كيفاش غادي نعود نتعامل معاه الاخوان؟ الطريقه راه بسيطه. اول حاجه بنا نعود نتعامل مع الببغاء باش نولفوا ليه الماكله ديالو، اول حاجه كيخصنا نديرو اننا خصنا نمنعوه عليه ديك الزريعه. كيفاش الطريقه؟ انني غادي نعود ناخذ الميلونج. الميلونج فاش كنجيب الميلونج كنعود نستيك اش فاش كنديروا الميلونج كنعود نستي الزريعه كامله اللي كتكون في الميلونج كنحيدها منه، كنخلي الميلونج كاع دوك الحبوب اللي تيكونوا في الميلونج كنخليهم كاينين، ما عدا الزريعه ما باقاش كنحطها له. كنحط ليه ديما واحد الطاسه اللي كتكون مع كنجي مع الصباح مع 8، كنحط ليه واحد الطاسه فيها الميلونج كامل نتاع الحبوب كاملها من غير الزريعه، وطاسه اخرى كنحاول ندير ليه فيها جميع انواع التيسير وجميع انواع الخضار. كنحطهم ليه مع 8 الصباح، كنمشي في حالتي حتى الجوي ديك 3 و4، ما نحطش ليه الزريعه، يعني كنخليه من الصباح حتى 3 ولا 4 العشيه. برافو، حتى 3 ولا 4 ديال العشيه الا جاب الله لقيت الببغاء ديالي كلا، يعني كلا من الطاسه تاع الخضر، كلا من التيسير، كلا من الميلونج، راه صافي. كنحاول نداوم ليه بديك الطريقه، ديما كنحط ليه طاسه كل صباح، كنحط ليه طاسه كيكون فيها التيسير مخلط، كيكون فيها الخضره مخلطه، وطاسه اخرى كندير فيها الميلونج، وديما كنعزل الزريعه، ما عمرني باقي كنحط ليه الزريعه، وكنحطها الى بالي كياكلها راه مزيان. الى بالي ميتا حتى طالع مع 8 الصباح، جيت مع 6 العشيه ولا جيت مع 5 العشيه لقيته ما قاسش لا تيسير لا ميلونج، راه كنحيد هذوك الطاسه كنعاود نرد ليه الزريعه. كنعاود نفس المحاوله، غدت ليه نفس المحاوله، يعني نحاول نداوم لهذه العمليه هذه واحد 15 يوم حتى الشهر. الى جاب الله ولف الخضار ولف التيسير ولا تياكل ليا الميلونج، راه صافي كنلغي الزريعه وكنولي كنتعامل معاه بها بالمكافاه فقط. يعني لوقيته باش كنكون كندريسي الببغاء تنولي كنكافئو بالزريعه، يعني هذه كتبقى عندي هي المكافاه، ما بقاش كنعطيها ليه في الماكله نهائيا. الى جاب الله درت معاه هذه المحاوله تقريبا 15 يوم شهر، والو الببغاء ديالي معكس. هما كاينين بعض الحالات اللي تيكونوا بحال هكا، يعني الببغاء ديالي معكس ما باش نهائيا ياكل ليا حتى شي حاجه من غير الزريعه، راه صافي. يعني الى خدمتي معاه واحد الشهر وكثر وانت كدير مع هذه العمليه هذه الببغاء ديالك نهائيا ما باش كاع ياكل حتى شي حاجه مختلفه عليه. اذا الحل الوحيد اللي كاين عندك هو انك ترد ليه الزريعه ديالو وتحاول تعود تاخذ ديك الزريعه ديال برا، يعني ديك المزيانه البروميانا، ترد ليه الزريعه ديالته وبتولي تحاول تستعمل الفيتامينات، يعني حيت ما عندكش شي حل اخر من غيره. يعني عندك العمليه انك تداوم العمليه واحد شهر نجحت معاك، لقيتي الببغاء ديالك صافي ولات ياكل الخضر اللي كتحط ليه، ولقيتيه ولات ياكل كاع داكشي اللي كتكون كتحط ليه، راه صافي. يعني هذه هي العمليه اللي غادي اللي ناجحه، وما باقى الغي ليه الزريعه صافي. يعني الزريعه ديما باتولي عندك في المكافاه، وقت ما بغيتي تعود تروض الطائر كتروضو بالزريعه. اما الا ما نجحتش معاك راه صافي كتبقى بالزريعه ديال الطائر، الا شتي ما كياكلش كاع، يعني كتجوعو وتبقى من 8 الصباح حتى 6 العشيه وما كلاش كاع داكشي اللي حطيتي ليه، صافي كتحيد داكشي كله، كترد ليه الزريعه ديالو، كتولي كتخليه ياكل الزريعه، وما عليك انت بزمنك، يعني غيخصك تولي كتعامل مع الطائر ديالك بالفيتامينات، حيت بالنسبه للزريعه زكاي، حيت بالنسبه للزريعه راه ما غاديش تكون فيها كاع دوك المنافع اللي كيحتاج الببغاء، ولا كان عايشي بها بوحدها، يعني بزمنك ما عندك ما تير انك غتولي الببغاء ديالك ضروري مره في الاسبوع كتعاونو بشويه الفيتامينات. نتمنى الحلقه تكون مفيده الاخوان، وتسناو ان شاء الله حلقات جداد غادي يكونوا مواضيع في المستوى. السلام عليكم ورحمه الله. نقطه اخرى نسيناها الاخوان، هو كاينه واحد الطريقه مهمه بالنسبه اللي ما تيبغيوش ياكلوا لهم الخضره. بالنسبه للكري غابوني عنده واحد النقطه الضعف، انه هو تيبغي يكتشف الحاجه، يعني بالنسبه ليه هو في ماكلته، يعني كيبغي ديما الحاجه المخبيه، ديما شي حاجه يعود يكتشفها. يعني كاينه واحد الطريقه زوينه انك بالنسبه للخضر عود تقدمهم ليه بواحد الطريقه نتاع الالعاب، يعني صايب ليه شي بواطا شي صندوق تاع العود فيه شي بلايص محلولين ولا شي حاجه بحال شي قفص صغير، وخبي ليه في وسط الخص والخضره وعلقها ليه في القفص، بيمشي هو يكون تيلعب فيها وبيبدا تيجبد هذاك الشيء اللي تياكل. هو في الطبع ديالو عزيز عليه يكتشف، وعزيز عليه بالنسبه الى درتيها ليه بهذه الطريقه هذه نتاع اللعبه وعامره بالماكله من الوسط
غادي يقدر تولي كتلاحظوا انه تيمشي لديك اللعبه تيبقى تيلعب فيها تيكتشفها وتيبدا يجبد منها الماكله اللي كيلقاو غتلقاه تياكلها. عكس الا حطيتها ليه في الطاسه ديال الماكله ما غاديش يبغيها لك، ولكن الا حطيتها ليه بهذه الطريقه راه غادي يقدر ياكلها. وان شاء الله من بعد غادي يجيو حلقات غادي نوريكم الطريقه كيفاش تصايبوا الالعاب بوالو، يعني بزيرو درهم ان شاء الله بداكشي اللي متوفر غادي تقدروا تصايبوا العاب الببغاء ديالكم واعرين. نتسناو ان شاء الله الحلقات الجايين غادي يكون ان شاء الله شي حاجه في المستوى. السلام عليكم.